هذه لابلوزاني مي انالاني مي اكثر منهم. Hier, on a retrouvé une malade, quintuplée. Bon, Imra a 5 enfants dans sa maison. C'est un cas exceptionnel. Je ne vois pas les quadruplés, parce que les quintuplés, c'est vraiment exceptionnel. Le gynécologue qui a bien suivi, c'est docteur Bennoun, je pense, qui nous a adressé la patiente. Nous sommes 34 semaines, 34 semaines. Parce que vu l'état de la maman, ce qui fait, peut-être qu'elle est là avant le terme. Nous avons fait le cas, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est impossible, 5 ans. يكبروا كما يكبر ان بيبي وحده في اون مامون دونك سيتي اورجون دو فير لا سيزاريان فري كو لا سيزاريان تي ديفيسيل لا سيزاريان اللي تي اكسيبسيونيل ماشي دائما خرجوا 5 بيبي في ضربه مي الحمد لله تمت بنجاح دروك نتمنوا باللي لي 5 في ما شاء الله ان شاء الله الى مامون بون ريتابليسمون على مامون وان شاء الله لي 5 في ثاني لونغ في او بيبي بسم الله والحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله نبارك لعائلة بدور هذه الهبة وأي هبة هي هبة من الله تبارك وتعالى يقول ربي في القرآن الكريم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الله تبارك وتعالى يهب لهذه العائلة 5 بنات ما شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الإنسان اللي يرزقه ربي بنات ويحسن التربية تحهم أدخلنه الجنة فرزقت الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برهم إن شاء الله فمجلس سبل الخيرات لمديرية شؤون دينا والأوقاف لولاية وهران سيتكفل الحمد لله بمصاريف البنات شهريا يتكفل بمصاريف البنات من طعام وعلاج ولباس سائلا من الله تبارك وتعالى لأب البنات التوفيق على تربيتهن التربية الحسنة تربية الدين والأخلاق إنه ولي ذلك ربي والقادر عليه